ولكن قبل ما اختم كالعادة، يعني التذكرة تنفع دائما يعني المؤمنين. احنا عايزين نفكر بعض دايما ان الخطر بقى حوالينا بشكل اكبر، سرعة الانتشار بقت مخيفة جدا في فيروس كورونا. لازم ناخد بالنا جدا ان برضو مش فكرة ان خلاص انا ممكن اخدت فيروس كورونا قبل كده فهو مش هيجي لي تاني. للأسف نعرف ناس كتيرة جدا جالها فيروس كورونا، جالها مرة تانية وجالها مرة تالتة، فما فيش حد كبير ابدا ابدا على هذا الفيروس اللي ملوش كتالوج لحد دلوقتي. احنا مش عارفين، في اجتهادات علميه وفي اجتهادات طبيه وفي لقاحات وفي كل ده، لكن برضو ما نقدرش بشكل حاسم نقول ان ده علاج رسمي لفيروس كورونا. فارجوكم خلي بالكم قوي من صحتكم، خلي بالكم من اهلكم وحبايبكم. بنتمنى السلامه يا رب، وبندعي دايما في الايام المفترجه دي، الأيام المباركة لينا احنا كمصريين كلنا، زي ما بقول دايما ان رمضان مع أعياد إخواتنا المسيحيين عامل حالة حلوة وجميلة. البركة الأيام دي نحاول ان احنا نستثمرها في الدعاء والصلوات الكتيرة جدا عشان ربنا ينجينا من الوباء ومن خطر الوباء، ونطلع كده صدقات داوم مرضاكم بالصدقات دايما لجل حبايبكم ولجل المرضى اللي يمكن محدش حاسس بألمهم غير ربنا سبحانه وتعالى. بس ربنا يخفف الألم على أي مريض، ربنا يحفظ أهلنا ويحفظ حبايبنا من شر هذا الوباء بحق هذه الأيام المفترجة والمباركة. وخلي بالكم من نفسكم، أرجوكم، دي مش مجرد كلمة عابرة، أرجوكم خلي الوعي يبقى في دماغكم على طول بنفسكم أنتوا، لأن الموضوع مش متعلق بيك أنت والله. يعني الموضوع لو أنت اللي هتتحمل الفاتورة أو تشيل المشاريب زي ما بنقول كده لوحدك كنت أقول لك ماشي، لكن الفكرة أن أنت أب، فممكن تعي ولادك، ممكن تعي مراتك، ممكن تعي إخواتك، أيا كان المحيط بتاعك إيه، فالموضوع مش متعلق بيك أنت أو مش متعلق بيكي أنت. فربنا يحفظنا جميعا ويكفينا شر الوباء بحق هذه الأيام المباركة. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي، أي عبد الرحمن، أشوفكم على خير.